أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة. بنستضيف في كل حلقة أسرة مصرية متميزة في مجالها، بنتعرف على أفراد الأسرة وبنعرف دور كل واحد في المجتمع إيه، بنشاركهم أحلامهم مشاكلهم طموحاتهم. المجال مفتوح والحوار ممتد، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. عائلتنا الليلة هي عائلة من عائلات قلعة صناعة المنسوجات المصرية، وتحديدا بمدينة المحلة الكبرى. الأب هو أستاذ الجامعة المهندس الدكتور محمد إبراهيم محمد، الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، ووكيل المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة. الأم هي الأستاذة إيمان أحمد راشد، موجهة التربية الفنية بالتعليم العام. أما الأبناء فهم رنيم الطالبة بكلية الفنون التطبيقية، والتي تحلم بمتابعة مسيرة والدها في تدريس الفن بالجامعة، وأحمد طالب القسم العلمي بالثانوية العامة، وريتاج طالبة الإعدادية وآخر عنقود الأسرة. حول حاضر صناعة النسيج في مدينة المحلة الكبرى ومستقبل هذه الصناعة بعد التزام الجامعات بتخريج طلبة مؤهلين لممارستها وتطويرها تدور حلقتنا اليوم. مشاهدينا اهلا بيكم معانا في حلقه جديده، اسره جديده كعادتنا دايما. كل الاسر اللي بنستضيفها اسر متميزه في مجالها. المجال النهارده هنتكلم عنه مستضيفين، وهو مجال نقدر نقول الاكاديمي، التدريس، الفنون، سواء كانت فنون تطبيقيه او تربيه فنيه. احنا بيسعدنا ان يكون معانا النهارده في الاستوديو اسره المهندس دكتور محمد ابراهيم محمد. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ومعانا زوجته الاستاذه ايمان راشد، يعني هتعرف بقى عليكم طبعا بالتفصيل بعد كده، بس اقدم الولاد كمان معانا النهارده. من الولاد احمد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. وريتاج، اهلا بيكي. ومفروض في رنيم كمان بس هي اعتذرت عن الحضور النهارده. نتعرف بقى على التخصصات بالتفصيل اكتر، اتفضل. بدايه طبعا بنشكر حضرتك على اللقاء الطيب وعلى القناه الاولى الفضائيه، وبنبقى سعداء جدا في وجودنا في القناه المحترمه المتميزه. احنا بوجود سعداء حضرتك اكتر بوجودك يا استاذ. مبدئيا انا اسمي استاذ دكتور مهندس محمد ابراهيم محمد، استاذ بكليه الفنون التطبيقيه جامعه دمياط، ووكيل المعهد العالي هندسه تكنولوجيا المنسوجات بالمحله الكبرى، ورئيس نقابه المصممين بالدلتا. المحلة الكبرى ومنسوجات. وجودك في المحلة متهيألي أثر على التخصص شوية ولا ده؟ طبعا من الحاجات اللي من أول ما دخلت الكلية كتعيني على القسم ده، لأن من الأقسام المتميزة خصوصا في مدينة المحلة الكبرى. أنا مدينة صناعية. مشهورة بصناعة النسيج، فطبعا وجودي كطالب حتى في إعدادي كلية أول سنة في الكلية بندرس الشعب كلها. بندرس الأقسام كلها. عندنا في الكلية حوالي 14 قسم. لا قبل ما نبدأ بقى على الكلية وال 14 قسم، أنا عندي سؤال بحب أبدأ بيه دايما وحضرتك والأستاذ إيمان بتشاركوا فيه، وهو وفرصة الولاد معانا يسمعوا كمان، بس أكيد هم عارفين الحكاية. يعني حكايتكم بقى من الأول، أول لقاء وإزاي اتعرفتم وإزاي الأسرة الجميلة اللي أنا شايفاها دي اتكونت. ممكن؟ ممكن. لا مفيش أي مشكلة يعني. لا نسمع منك. طيب اتفضلي يا أستاذة إيمان. هو طبعا أنا كنت في الجامعة في كلية فنية زيه يعني، ف كانت قريبته الانتيم بتاعتي في الكلية، فشافني عندها كذا مرة يعني، فجأة حصل اعجاب بقى. شافني كذا مرة فقعدت شهور طويلة كده، وبعدين اتفاجئت. انا كنت اول ما اتعينت بقى طبعا في مدرسة ثانوي في المحلة، فاتفاجئت بيه جاي للمدرسة. خير. انت كنت لسه في المدرسة؟ كنت لا لسه اتخرجت بقى وتعينت في المدرسة كمدرسة بقى. كنت اول تعييني خالص يعني. كمدرسة. فجه بقى وكده، وحصل بقى الحوار ما بيننا وبتاع، ف
حسينا ان في يعني ايه قبول قبول ناحيه كمان فنيه واحده وكده، وفي مواضيع مشتركه بتتكلموا او طبعا طبعا خلفيه هو واحده. يعني عجبني فيه برضو حته الجراه، ان هو يعني جه ودخل كده مره واحده برضو يعني فيها جراءه، يعني ودي ما بقتش مش بتحصل موجوده كتير عندنا في في الاجيال. الاقاليم، في الاقاليم عموما مش موجوده الحته دي. مع ان الاقاليم هي اللي مشهوره انه ان على طول في مباشره، يعني هو بيدخل على طول لا بالعكس، جواز الصالونات البيت هو من بابه. لا جواز الصالونات هو اللي موجود في العائلات وكده يعني، ايوه انما ده بالنسبه لنا كان ده يعني كده يعتبر اعجاب بقى قصه، يعني بالظبط، بقى قصه واعجاب بدايه وجالك قصه. المدرسه الاول، ايوه فانا بعتبر ده كان جواز على طول برضو بسرعه يعني يعني. طبعا قبول يعني. فهو ايوه طبعا كان لسه في بدايه تمهيدي ماجستير، فقعدنا بقى فتره على ما اتعرفنا على بعض وكده، وعلى ما خلص وبدانا قعدنا سنه تقريبا وبعد كده اتجوزنا. أي. يعني احنا بنقول تربية فنية هنا، حضرتك ده تخصصك وحضرتك فنون تطبيقية، يعني في لغة مشتركة قرايب بينكم، دول بالظبط. قرايب ولاد عم يعني، مش كده؟ بالظبط يعني انتوا بتدرسوا تقريبا نفس الحاجة، او هو على الاقل بتبقي انت فاهمة. انا عارفة ان تخصص حضرتك طباعة منسوجات، هي ايوه دراستها مختلفة. هو بالنسبة طبعا لتربية فنية او تربية نوعية عموما بيدرسوا كل التخصصات، يعني تخصص بتبقى ده زي مادة، مادة في الايه، في الكلية. بالنسبة للفنون التطبيقية كل واحد ليه قسم، يعني هو بيتخرج عارف حاجة واحدة، احنا تخصص واحد في حاجة تخصص واحدة واحد. اللي هو طباعة المنسوجات. فطبعا احنا بالنسبة للتربية الفنية او التربية النوعية تربية، فبنتخرج مدرسين معلمين، يعني بتطلع معلم. اما أيوة. الفنون التطبيقية بتطلع مهندس شغال في شركات ومصانع وحاجات زي كده. طب احنا بما اننا بنتكلم عن المنسوجات، وفي الوقت ده بالتحديد وقت اللي هو احنا بنشجع كل الصناعة المصرية، اي صناعة مصرية مستنيينها، يعني احنا ما بنصدق حتى الحاجات البسيطة المطروحة في الاسواق، بنروح وبنشجعها وبنقبل عليها، بس في الحقيقة مش هو، يعني احنا مستنيين اكتر من كده بكتير، خصوصا ان احنا كان في فترة من الفترات مصر كانت مشهورة جدا بالمنسوجات، كانت وصلت انها بتصدر كمان للخارج، وبعدين حصل بقى لا خلاص وقفنا محلك سر، بالعكس ده في تدهور. ف يعني رغم ان في تخصصات زي حضرتك وفي بالضبط اكاديميين زي حضرتك، بالضبط. يعني المشكلة فين؟ حضرتك بقى هو حضرتك موجود في المطبخ فتقدر تقول لي يعني. تمام. هو حضرتك طبعا صناعة النسيج هي كانت الصناعة الأولى في مصر، وكان احنا من دورنا كنا بنصدر دايما للخليج ونصدر لأوروبا ونصدر للخارج كله، لأن صناعة مصر كانت مشهورة بالقطن، بزراعة القطن. حاليا دلوقتي للأسف كنا بنصدر القطن في الأول، دلوقتي بقينا يعني زراعة القطن بقت ضئيلة جدا عند الفلاحين، موجودة قليلة، الفلاح دلوقتي للأسف كان بيخسر فيها، يعني بيزرع القطن ويكلفه حاجة زي كده ويجي يبيعه في النهاية بيلاقي عائد الحصيلة بسيط، عائد قليلة، بسيط. وبالتالي الزراعة عندنا بقت قليلة، وبالتالي دلوقتي بقينا بنعتمد فطبيعة محصول يعني بالظبط بيلاقي في البداية من البداية خالص، الأقمشة دي عبارة عن أقطان في البداية، ايوه تركيب أقطان مع ألياف. فطبعا من بدأنا من جزئية الفلاح، أول ما بيبتدي يزرع وحاجات زي كده بيبتدي من هنا التعجيز، من هنا ايوه التعجيز، من هنا الفلاح ما بيلاقيش الحاجه المناظره، فحاجه خسرانه، فاقول لك انا ادخل فيها ليه؟ بنقصها، انا مش زارعها خالص ما دام هتسبب لي خساره. انت ايوه عارف الفلاح على مدار السنه بيفضل يتعب ويشقى في الارض بتاعه بحيث ان في اخر السنه يطلع بمحصول. دلوقتي الدنيا بقت صعبه عليه، بيزرع الارض بيكلفها وكذا، وفي الاخر يلاقي الايراد بتاعها مش عالي للاسف يعني. فنقدر نقول هنا اول نقطه الفلاح، ولازم هنا الدوله بقى اللي تلاقي حل، بالظبط يعني بالظبط دي لا كده، مصانع ولا بالظبط اكاديميين بالظبط، ولا بترعى النقطة دي وزراعة القطن وتتم بنوعيات القطن طويل التيلة وقصير التيلة وكل الكلام ده يتم بيه. زائد عندنا دلوقتي للأسف فتحنا سوق الغرب قوي، يعني مثلا عندنا دلوقتي بالنسبة للصين، الصين أو سوريا أو الدول دي دلوقتي ما بتجيب لنا الحاجات بنص الثمن تقريبا، وفي نفس الوقت في إغراق للسوق أيوة السوق تقريبا بمنتجات مكدس، عقدة مكدس الهواكل، تماما مكدس بالظبط. بالسلع دي. نيجي نبص احنا كناس أكاديميين وناس متخصصين في المجال ده، السلع انا اسف يعني الشعب المصري بيلبسها يعني كلها سلع مضره جدا، يعني حاجه بتلاقي السلع خفيفه جدا مليانه الياف صناعيه، تيجي تلاقي مثلا الشخص مننا يلبسها تلاقي دايما يجي له حساسيه في الجلد نتيجه ان ثلاث ارباع الخامه اللي لابسها الياف صناعيه،
بتعمل حساسيه في الجلد، تيجي تقول مثلا تلاقي في بقع حمراء في جسمك، تلاقي مش عارف بس هي في نوع دي اللي من موجوده في الحكه الاسواق. حتى انا في كلامي موجوده. لحضرتك بقول لك يعني احنا مستنيين المنتجات المصريه عشان نشجعها، بس هي فين؟ والله يعني هو حاليا هي حاليا ده وقتها، ده حاليا وقتها هتظهر سعرها بقى. غالي، احنا يعني سعر غالي بتاع المنتجات كناس المصريه. متخصصين في هذا المجال بدانا نعمل فعلا مؤتمرات واجتماعات ولقاءات مع المصانع، ونعمل لينك مباشر مع المصانع والشركات، وبدانا نعلو بهذه الصناعه حاليا. بدات الدوله تهتم كمان بالصناعات النسجيه حاليا، لان طبعا الصناعه كانت في تدهور الفتره اللي فاتت، انما الحمد لله بدات تسترد نفسها تاني. يعني في دايما نسمع عن مشكله ان العمال على طول معترضين، على طول حاسينهم مش واخدين حقهم، على طول في مشاكل بينهم وبين اصحاب المصانع او الملاك. بالظبط بالظبط. هنا بقى مين اللي بيلعب دور الوساطة؟ النقابة النقابه ولا النقابه لها دور كبير جدا جدا. يعني حضرتك احنا اول ما بالخريج بيتخرج احنا بنحاول نوجهه للعمل المناسب ليه. يعني واحد خريج مثلا مهندس غزل ونسيج او مهندس صباغه وطباعه او مهندس ملابس او الاخره، احنا بنوجهه لمجال عمل من خلال ان احنا بنتعامل مع الشركه دي، بنشوف والله مرتبه معقول، طيب هو عنده مشاكل، طيب في مشاكل في الحياه، في مشاكل عندنا في الصناعه نبدا نعالجها من خلال ناس اكاديميين بيدرسوا المجال ده دراسه اكاديميه بحته في الشغل بتاعه. ومن خلال احنا كمعهد برضو في بنعمل ربط ما بين الدراسه العلميه والعمليه في نفس الوقت، لان بيرفق بالمعهد شركه. ايوه الطالب بياخد علم من هنا وينزل يتدرب اوتوماتيك على طول في الشركه، فدي حاجه نظام اوروبي. ده نظام اوروبي. ايوه ده سؤال مهم ده كويس جدا جدا. او نقطه مهمه جدا لازم اسالك عندها واقف عندها، ان الطالب لازم هنا الناحيه التطبيقيه. بالظبط. الناحيه النظريه لوحدها في منسوجات مش كفايه، يعني بالظبط في تخصص زي ده مش كفايه. بالظبط. فهنا بقى حضرتك بتقول ان بيتم فعلا الناحيه التطبيقيه دي تفعيلها مع الطالب. مهم جدا حضرتك. واحنا في الكليه كمان، يعني واحنا في كليه فنون تطبيقيه، واحنا في اعدادي كليه، مجرد ما تخصصنا خلاص تقريبا بشكل مستمر زيارات للشركات بشكل مستمر على طول، بشكل مستمر زيارات للشركات، لان من الكليات المتميزه جدا هي كليه فنون تطبيقيه. حضرتك زي ما انت عارفه الكليه فريده من نوعها شويه، يعني كانت هي الكليه الام الوحيده على مستوى الجمهوريه كلها. أيوة. اللي هي مقرها في الجيزه امام جامعه القاهره. ايوه. امام حديقه الاورمان، دي كانت الكليه الوحيده فيها 14 قسم منها مجال المنسوجات. أيوة. بطبيعتي انا اتخصصت في المجال ده نظرا للبيئه اللي انا عايش فيها اللي هي مدينه المحله الكبرى، انما ككليه وكخريج ما فيش حد بيقعد. ما فيش واحد عندنا اسمنا بطاله، ما فيش بطاله خالص. ده حقيقي، ما فيش خالص. بطاله. حضرتك يعني انا حضرتك انا بصفتي في النقابه كرئيس نقابه بيجي لنا وظائف خاليه باستمرار، والطالب لسه اول ما يتخرج بيتصل بيا. يعني حضرتك يمكن اقول له طب هات المؤهل وتعالى لي، طب شوف موقفك من التجنيد مثلا كولد. ايوه. خد تاجيل، خد كده، بيجي له وبيشتغل على طول. طب تاني ايه يوم. السبب يعني ده على كده المفروض يبقى في رواج بقى في السوق. بالزبط. جامد جدا. بالزبط. نشوف بقى يعني حضرتك احنا منتجات مصريه من كل كخريج الاشكال كمان والالوان واسعار مناسبه كخريج بيبقى متميز يا استاذه، بيبقى متميز دايما لان خريجه قليل. حضرتك السوق عرض وطلب، كل ما كتر الخريج مش اي مؤهل مثلا بيتخرج بعدد كبير بيبتدي بيبقى فيه كتره في العدد، وبالتالي بيبقى فيه تشريط من اصحاب المصانع، لا طب انا مش عايز ده، طب عايز ده، في تميز. انما بالنسبه للخريج اللي هو خريج فنون تطبيقيه كمهندس غزل ونسيج او ملابس او الاقسام الفريده من نوعها كديكور او الاخر، لا دي اقسام متميزه. الخريج بتاعها بيبتدي يفرض شروطه، بيقول انا هشتغل النهارده ب 2000 مثلا جنيه في البدايه او حاجه زي كده مثلا في بعض الشركات، طيب انا بعد سنتين ثلاثه ممكن اخد الضعف يعني. على اساس هو متميز ومتخصص ومجاله نفس نادر الوقت ومجاله نادر، وبالتالي هو ناجح في الجزئيه دي. ايوه. وبالتالي احنا كدورنا في النقابه التوجيه في الجزئيه دي، التوجيه وحل مشاكل الخريج. أي. وحل مشاكل الصناعه نفسها. يبقى عندنا كذا حاجه، اولا بنعين الخريج اول ما بيتخرج المؤهل، تاني حاجة بنبتدي نوجهه للشركة المناسبة ليه. تالت حاجة لو في مشكلة أو حاجة بتقابله احنا موجودين بنقابل له خدمات. كل ده احنا بنتكلم على المعهد ودور المعهد. المعهد أو النقابة. أو النقابة. طيب أنا هرجع للأستاذة إيمان، مهم قوي إن احنا نتكلم على التربية الفنية ومادة التربية الفنية ووضعها إيه في المدارس، بس اسمحوا لي أدعوكم إن احنا نخرج لفاصل وبعدين نرجع نستكمل الحوار. أنا شايف تطوير التعليم يبدأ من تطوير المدرس أولا، يعني يجب أن احنا نطور المدرس أولا، وزي ما بنعمل كشف هيئة في الكليات العسكرية علشان نقبل ضباط سواء في الحربية أو في
الشرطة، لا ده أنا لازم أعمل كشف هيئة للمدرس الأول وأشوف هل هو يصلح للعملية النفسية التربوية ولا لا. بعد ما نطور المدرس الأول ونطلعه بعثات ويتدرب على كده، نبتدي بقى نبص لتطوير التعليم من الحضانة. النظام كله محتاج يتغير، بس واحدة واحدة بقى، أنت مش هتيجي تغيره كل، يعني تبتدي تدريجي، تبتدي مع الجيل الصغير لسه في بدايته. مش هينفع تيجي مع طالب جامعة في سنة رابعة تقول له لا أنت المفروض تعمل كذا 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 كذا، لا لازم تبتدي من الأول. هياخد وقت، بس هو ده اللي المفروض يتعمل. يعني المدرس أساسا يعمل له تقييم شهري وسنوي زيه زي الطالب، علشان يدي وينتج ويقدم تقييم زي الطالب. هو ايه الفرق؟ اشمعنى الطالب يتعمل له تقييم والمدرس؟ ما هو المدرس لو ما تعملوش تقييم مش هيدي. بالنسبه للتعليم، اولا المفروض ان احنا نطبق المناهج العلميه عملي فعلا، المعامل يعرف الطالب ازاي يعمل كل حاجه عملي، ونتمم على الحضور والانصراف. واولا يعني الطلاب كلهم دلوقتي بيعتمدوا على الدروس الخصوصيه. بلاش التنسيق اللي هو بتاع كل حد مرتبط بنسبه مئويه دوت والكلام دوت، لا لا خالص. هو احنا نشوف الشباب يعني من البدايه، ونهتم كمان بالتعليم الفني والحاجات ديت، لان احنا كله رايح على كل كليات اقتصاد وسياسيه، بعد كده بتلاقيه في البيت او بيشتغل شغلانه ما لهاش لازمه. لو خدنا شفنا النظام العالمي واخدنا منه ما يناسبنا، فاعتقد ان ده شيء مناسب جدا. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. نتكلم بقى مع الاستاذه ايمان راشد، ونسالها على ماده التربيه الفنيه اللي هي مش واخده حقها خالص في المدارس. مش عارفه ليه، المفروض المدرسه مش مواد بس علميه بالزبط. مقدسه في دماغ الطالب. لا، المفروض هو يطلع هو منمي مواهبه، وهو كده عارف هو متميز في ايه، وهو باحث، هو عنده لغه، وهو حاجات كتير، لان هو ده اللي بينفع فعلا في سوق العمل. وهي دي لغه العصر. بالزبط. احنا عندنا طبعا بالنسبه للتربيه الفنيه مراحل الثلاثه، من اول ابتدائي لحد ثانوي، ابتدائي اعدادي ثانوي. الماده كدراسه في الاعدادي امتحنوا فيها، وفيها امتحان وفيها منهج، تمام. بالنسبه للفتره الابتدائيه ماده نشاط، يعني هي كماده ترفيهيه. ترفيهيه طبعا مش كل الناس عندها، او مش كل الطلبه عندهم مواهب. بالنسبه للموهبه احنا بناخدها في عندنا سجل اسمه سجل الموهوبين، بناخدهم، لان طبعا المدرس او المعلم اللي بيدخل الفصل بالنسبه للمرحله الابتدائيه والاعداديه بيدرس الفصل كله. ايوه طبعا. فصل لما ادخل عندنا مدرسه مثلا ابتدائي، التكدس وصل ل 73 و75 في الفصل، فطبعا مين اللي هيقدر يعني من الطلبه يستوعب معلم واحد واقف في وسط الايه المجموعه دي كلها ويتكلم؟ وازاي هو كمان هيميز طالب عن طالب؟ ده متفوق في ايه وده متميز عن ده في ايه؟ ده هيبص لهم كمجمل باكج. ده مشكله من ضمن الايه المشاكل، مشكله كثافه الفصول، تمام. طبعا احنا عندنا كمعلم تربيه فنيه في عجز كبير جدا. فعندنا بعض المدارس الابتدائيه ما فيهاش مدرسين اصلا خالص تربيه فنيه. يعني احنا طبعا احنا ماسكين مدارس ارياف ومدن وكده، فمعظم المدارس الموجوده في الارياف ما فيهاش معلم تربيه فنيه. فطبعا ده عجز، من لان الكليات نادره وما بتخرجش غير عدد بسيط كل سنه. أيوه. وطبعا الوزاره عندنا ما بتعينش، فطبيعي لازم يبقى فيه عجز، تمام؟ طبعا احنا اتكلمنا عن المرحله الابتدائيه. المرحله الاعداديه بقى هو كمنهج للصفوف الثلاثه، اولى وثانيه وثالثه اعدادي، منهج تربيه فنيه. طبعا بيمتحنوا فيه وداخل المجموع. بالنسبه للثانويه ماده نشاط. نشاط يعني احنا عندنا الفصل بيتجزأ. نشاط ايه بقى نوعه؟ نشاط بيمتحنوا فيه برضو عملي، بس طبعا مش داخل ضمن الايه المواد. رياضي، رسم، ما هو بقى ما هو يعني في انشطه، في رياضي، زراعه، مجالات بقى، مجالات مختلفه منها التربيه الفنيه. حاجه واحده. فطبعا هو الفصل كله بيتقسم، يعني مثلا مجموعه تروح تربيه فنيه اللي عندهم مواهب. ايوه. بيشتغلوا وبينتجوا بقى طول طول الفتره دي. وبيبقى عندنا معارض. في عندنا معارض كل فتره في الاداره، على مستوى الاداره وفي على مستوى المديريه. مفيش مسابقات لتشجيع؟ في طبعا مسابقات. طبعا في طبعا كل فتره بيجي لنا مسابقات، فبنديها للطلبه اللي يشتغلوا فيها. وفي تحفيز برضو للطلبه، بنديهم كحوافز شهادات استثمار وشهادات تقدير وكلام من ده. طبعا كل ده من عندنا من التوجيه. ده في بعض المدارس فقط.
لا في المدارس كلها معممه كلها. مسابقات لازم تبقى معممه طبعا. أي. العدد اللي بيبقى يطلع مش كل مدرسه زي الثانيه. فبالنسبه احنا كتوجيه بنروح نقيم المدرس او المعلم بتاع الفصل، بنقيم قيم اداؤه بالنسبه لشغله تمام. وطبعا لازم ادخله الفصل واشوفه بيشتغل ازاي، سلوكه ايه مع الطالب، وخاصه في المرحله الابتدائيه لان دي اساس ايه، مرحله مهمه جدا طبعا جدا طبعا. احنا طبعا وصعب قوي المفروض الكي جي بس داتا مش تبعنا احنا، بدايتنا من الابتدائي لحد الثانوي. لان الطفل طبعا من سن 7 سنين بيتشكل مخه بيبقى ابيض، واحنا بنبتدي ايه نشكل عليه، فطبعا لازم يكون المعلم بتاع الابتدائي ده في كل وفي كل السلوكيات الصح، يكون في ريليشن ما بينه وبين الطالب علشان يفهمه يعني، في علاقه كويسه، لان الطالب طبعا مش مجرد اي حد هيديله معلومه، لانه بيبقى طالع من اسره اب وام وكده، بيبقى طالع يعني عايز يشوف الجو حواليه بره شكله عامل ازاي. فبالنسبه طب للمعلم يعني بصراحه كده قلت لك نسبه المدرسين اللي بالامكانيات دي فعلا من خلال تقييمكم بقى للمدارس كلها النسبه قد ايه تقريبا؟ حوالي 70% 75%. مش مجاملاهم كده؟ لا 70 75%. لان احنا كل سنه تقريبا بنعمل معارض هايله، عندنا طلبه متميزين جدا. انا بتكلم بالنسبه للمدرسي خاصه. انا ماسكه حوالي 35 مدرسه طبعا مراحل مختلفة. طبعا بيبقى في كل مدرسة خاصة يعني مثلا مسابقات معينة بتجيلنا وكده، فبنشوف بقى الناس الموهوبة في سجل من ضمن السجلات، انا بشوفه سجل الموهوبين. أيوة. سجل الموهوبين ده طبعا بيبقى فيه الطلبة المتميزين قوي اللي هم بيوصلوا بقى لدرجة الجمهورية. ماما شكلها مدرسة جامدة. انا عايزة بس اتحول لاحمد وريتاج هنا علشان مش اي ام ومش اي اب الاثنين يعني الناحيه الاكاديميه عندهم ناحيه التدريس والتعليم، فواضح ان البيت كان فيه صرامه شويه ولا ايه؟ انا هسيبك انت تتكلم يعني. يعني شويه الصراحه يعني، بس برضو يعني برضو بالنسبه لماما هي مش هلاقي ام زيها طبعا. هنجامل بقى وهنقول عشان انت طبعا هتروح في الاخر معاها ومش عايز طبعا مشاكل. مش عايز مشاكل طبعا. بالنسبه لماما بصراحه يعني قليل قوي لما بتزعلني. وبالنسبه لبابا برضو يعني بالنسبه له عمري يعني ما شفتش اب زي قبل كده، بس بصراحه يعني انتوا وعدتوهم بايه قبل ما تيجوا الحلقه عشان الكلام الحلو ده؟ بيقارن بالنسبه لزمايله يعني. بس بصراحه يعني بشوف اصحابي الصراحه يعني اسلوب المعامله بقى. في عندك اصحاب بيعانوا من اسلوب معامله الاب او الام. مفيش تفاهم يعني. فانا بحمد ربنا ان ربنا وعدني باسره كويسه يعني. طيب مفيش بقى من ناحيه ايام المذاكره ولما كنت اصغر من كده يعني؟ انت دلوقتي في مرحله ثانوي مش كده؟ انت في سنه كام؟ انا في ثانيه ثانوي قسم علمي. قسم علمي. يعني لما كنت اصغر من كده شويه ما كانش فيه بقى الالتزام لازم بمواعيد المذاكره وبالمذاكره انا الصرامه اقصد الصرامه في كده يعني كانت موجوده صح؟ ماما معترف لازم برضو ضروري ده حاجه يعني، ما هو برضو لازم عشان يعني اتفوق واكون كويس يعني في حياتي واعلى. محدد التخصص اللي انت عايز تتخصصه من دلوقتي؟ اكيد طبعا ليه هدف معين ان شاء الله. ايه هو بقى؟ ان شاء الله اخش كليه هندسه وابقى متفوق فيها وابقى ان شاء الله زي بابا ده يعني. ما شاء الله انتوا بتعملوا ايه عشان الاولاد يبقوا يعني حلمهم او انتوا قدوه بالنسبه لهم؟ ما شاء الله يعني عايزين يبقوا زي بابا وهم شايفين حتى لو في شويه صرامه كانت موجوده لما كان اصغر من كده فهو يعني ليه تبريراته، هو مقتنع بيها يعني، هو مش معترض ولا متمرد. يعني مرتبط بيا شويه في حته المذاكره دي. انت كنت بتذاكري له على طول؟ من صغر. يعني استفدنا هنا من كونك مدرسه. وجودها في البيت بشكل مستمر غير الاب. لا الاب دايما يعني تقريبا 90% من وقته مش موجود في البيت. زمانك عارفه الحياه والمعيشه والانشغال العمل وكون مثلا انك انت مثلا في اكتر من منصب بره فبتتشغل يعني طبعا. انت عمرك ما اعترضت على شغل زوجة حضرتك على الاستاذه ايمان؟ لا 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 عمرك ما اعترضت انها تشتغل؟ هو شغل مريح مريح بلعكس مش بلعكس مش يعني مفهوش تعب يعني. ده من الوظائف الكويسه جدا اللي هي وظائف البيتوتيه يعني زي بيقولوا اللي هي مواعيدها معقوله. ايوه مدرسه متواجده في البيت بالزبط. وبالعكس بالزبط. هي وظيفتها كمدرسه افاد الولاد بالظبط كتير بالظبط كده في التربيه وفي التعليم وفي كل حاجه. مراحلهم بقى المختلفه
مختلفة بقى من كي جي لحد الثانوية العامة. من عندي رنيم دخلت الجامعة دلوقتي، رنيم عندنا تبع رنيم اللي ما جاتش معانا النهارده، هي في الجامعه تبع باباها بقى دي، يعني مهندسه برضه وفنون تطبيقيه زي فانتوا اذا كنتوا نجحتوا في حاجه فلازم نعترف انتوا نجحتوا، ان انتوا خليتوا نفسكم قدوه عن بالزبط. اقتناع لاولادكم، يعني اولادكم فعلا شايفينكم مثل عالي، شايفينكم قدوه، نفسهم يبقوا زي بابا. بالنسبه بقى الريتاج مش كده؟ ريتاج ايه بقى؟ برضه هندسه وكده ولا لا؟ انا عايزه ابقى قسم شرطه، ما بحبش انا الهندسه. شرطه انا سمعت ان انت بتحبي كره القدم ودلوقتي بتقولي لي شرطه، يعني اتجاهات جامده شويه مش كده؟ لا انا اصل ماليش في الكوره شويه يعني. هو الشرطه يعني من وانا صغيره خالص كان نفسي اخش كليه شرطه. اسباب معينه ولا لا؟ كنت بشوف مثلا افلام كده بحبها، بنات طلعوا ضباط كويسين مثلا، عايزه ابقى زيهم. وانتم مشجعين يعني؟ والله هي حسب ميولها، حسب ميولها بالنسبه للبنت او لا، هي اصلها يعني ايه، هي ليدر شويه، ليدر هي صغيره وهي الليدر في البيت يعني. شخصيتها كده يعني بروح مثلا اسالها في المدرسه تقول لك كان هي ما شاء الله يعني الليدر بتاع القسم يعني. هي قائد، هي حتى كمان هي بتحبي كده، شخصيتها كده يعني. فده شيء كويس يعني يحسب ليها يعني. وبعدين عندنا الحريه قوي في الاختيار يا استاذه بقى، بمعنى اب ديمقراطي وام الحمد لازم لله لازم. يعني بنتي مثلا في الثانويه، طب يا بابا يعني نوع من المشاغله كده مع الاب والام، طب ممكن اروح ادبي او قوي حبيبتي براحتك روحي ادبي مفيش مشاكل خالص. مش معنى ان باباكي مثلا دكتور مهندس او ماما مثلا تربيه وتعليم يبقى انت تروح مثلا ادبي عشان تبقي مثلا كليه كذا او كذا يعني كليه ادبيه، لا لا براحتك خالص. طيب الحاجه اللي هتنجحي فيها تفوقتي فيها ادخليها. تمام. بس يعني نقول هنا كنصيحه كده في جمله واحده، اسلوب التعامل ما كانش فيه ديكتاتوريه، كان فيه عن اقتناع. فبالتالي هم شايفين نماذج ناجحه قدامهم، ليه ما نبقاش زيها من غير اي ضغط. طيب انا عايزه بقى اسيب الاسره شويه، ارجع لقصه النسيج، لان زي ما قلت حضرتك ده الوقت اللي المفروض نلاقي فيه منتجاتنا المصريه المتميزه، نلاقي المنسوجات، نلاقي الملابس المصريه، ونلاقيها بسعر كويس. بالظبط. لان حتى الاستاذه ايمان كان ليها تعليق كنت عايزه اقف عنده، هي كانت بتقول ان النوع الكويس المصري اللي موجود غالي، سعره غالي، غالي. سعره غالي، القطن المصري خصوصا الاقطان اللي هي لانها نادره. نادره. فهنا ايه الحلول؟ عشان احنا كلنا عارفين ان في مشكله، وعارفين ان الفلاح ما بقاش يزرع القطن بما يكفي، عارفين ان الحل لازم جزء منه في الدوله، جزء منه الملاك، جزء منه طريقه تعامل مختلفه مع العامل، العامل لازم يحس انه اخد حقوقه. الحلول هنا ايه؟ لان حضرتك اكتر من منصب هنا يؤهلني او يخليني اقول لك ان اكيد بعض الحلول انت عارفها. هو حضرتك طبعا احنا قلنا بدايه من زراعه القطن. تاني حاجه المصانع عندنا دايما يشتغلوا باداره ناجحه، لان طبعا سياسه القطاع العام حته ان احنا جزئيه نكثف العمال والموظفين ونقعدهم على المكاتب وخلاص، ده مش مستحب خالص. وتحديث المكن يا استاذه، أيوة. تحديث المكن ده مهم جدا يعني. بنروح شركات نلاقي المكن بتاعها ممكن من 30 40 سنه فاتوا، طب فين التحديث بتاعك؟ المهندسين فين الدورات اللي بياخدوها جديده؟ الماكينات دلوقتي كلها حضرتك بقت بكمبيوتر والليزر، بقت في حداثه يعني تحديث فين؟ يعني الكمبيوتر خلى في تحديث وتطوير جامد جدا لشغل طباعه المنسوجات والملابس والنسيج تماما عن القصه دي. حضرتك احنا لو كنا شفنا خط انتاج مثلا كان بقى فيه على الاقل 30 عامل، دلوقتي فيه 2 عمال، واحد في اول الخط والثاني في اخر الخط بس، عشان التكنولوجيا. اي نعم، هي ميزه وعيب في نفس الوقت. عيب ان بيزود البطاله، لان ال 30 عامل بقوا 2 او 3 بالعمال بقى اللي مش هيشتغلوا دول لما يتم تحديث يعني الخط الخطوط دي، بنشتغل يشتغلوا حاجه ثانيه يعني قسم ثاني. بالظبط. يبقى في لازم دورات تحديث باستمرار للعمال، للمهندسين نفسهم، في المهندسين قبل ما يشتغلوا ليهم دورات خاصه بالجزئيه اللي هيشتغلوا فيها دي، فين هي؟ دايما نسفرهم برضو دول اوروبا يشوفوا ايه الجديد في المجال ده. انما للاسف انا عندنا بيبقى في ركود، زائد ان احنا مشكلتنا يعني للاسف اغلب الناس في مصر هنا عايز يقعد ويقبض زي ما بيقولوا، يعني عايز يقعد في بيته ويستنى اخر الشهر عشان يجي له المرتب بتاعه. ما ينفعش يعني، احنا فين شغلك؟ فين شغلك انت؟ يعني كنت دايما اتكلم مع رجال اعمال يقول لك دايما العامل الناجح او المهندس الناجح اللي هو بيحاول يطور نفسه، بيحاول يزود من قدراته من كفاءته،
فين فين العامل نفسه المميز؟ لازم يكون في حضرتك اداره ولازم يكون في سياسه يعني بتوجه العامل برضو ازاي يطور نفسه، سواء بقى دورات سواء يعني مش مجهود فردي. يعني هو القصه اقول لحضرتك على حاجه، يعني في بعض مهندسين في وظائف بتتاح ليهم وظائف خبرات، اقول له طب تعالى يا باشمهندس في وظيفه هنا حلوه جدا، يقول لا انا كده كويس قوي يا دكتور محمد، انا كده مرتاح وكويس وجنب البيت، يعني مثلا يعني وظيفته جنب البيت. طب فين التحديث بتاعك؟ فين؟ يعني انت النهارده مثلا بتقبض مثلا 2000 او 3، في شركه ثانيه هتطلبك عايزه 6000، في شركه ثالثه تطلبك هتديك 12 وهتديك اكتر وهتديك بس اكتر. لازم تتعب لازم تتعب وتبذل مجهود بالظبط، ولازم تشتغل على نفسك شويه بالظبط وتيجي على نفسك شويه عشان شغلك. وانت هتتطور ازاي؟ ده ممكن نلاقيه في اجيال الشباب. يعني هو جيل الشباب عايز توجيه يا استاذ، عايز توجيه، لان هو الشباب للاسف وطالع اليومين دول محتاج توجيه، حد يوجهه بس مش اكتر. أيوة. يعني حضرتك مثلا زي ابن احمد او ريتاج، احنا دورنا ودور الدوله ودوركم انتوا ولازم تكون سياسه عامه بالظبط كده، ماشيين عليها كلكم برضه. دورنا احنا كمهندسين اول ما تخرجنا او اساتذه جامعه دلوقتي او شغلتنا في النقابه او كده، التوجيه بمعنى يعني انا حاليا بنعمل مشروع في النقابه اللي هو شباب الخريجين، مشروع شباب الخريجين، كل واحد بيعرض السلعه بتاعته عشان تبيعها. يعني الطالب وهو في الكليه اساسا بيعمل مشروع، بعد ما بيتخرج المشروع بيترمي مشروع التخرج بتاعه او مشروع او حتى المشاريع الصغيره اللي بيعملها بعد التخرج، لا احنا عملنا لهم مشروع هيعرض في النقابه عندنا وبالمجان وهيبيع بفلوس، الفلوس ياخدها وهو واقف. ايوه دي برضو نشاط للشباب بنحاول نشجعهم بالزبط. يعني انت مش مجرد بتعمل منتج ويترمي، بتعمل منتج وانت طالب في الكليه ويتاخد وتحط له مغزى في المخزن بتاع الكليه، انا مش عايز كده. لا انا عايز المنتج يشتغل. أيوة. يطلع ويتوظف ويتباع وتاخد قدامه مقابل فلوس. فدي برضو من الحاجات اللي الشباب محتاج تشجيعها صراحه، لان هي مشكله فعلا عندنا الشباب. يعني للاسف كله يقول لك ايه، انا اطلع اقعد مش عارف على الكافيه، اطلع مش عارف ما عنديش شغل. هو طبيعي البدايه دايما الاجور فيها ضعيفه، فالاحباط بيجي من هنا مع غلاء الاسعار مع الالتزامات اللي عليك، لكن ده مش اسلوب تفكير. يعني انا ابدا حتى لو البدايه ضعيفه واطور من نفسي ويبقى عندي الطموح بقى كان دايما حضرتك اللي يخليني اوصل للخريج. يا استاذ ضاع يقول لي ايه، يا دكتور محمد في التليفون انا في وظيفه الفلانيه جايه لي، انت ايه راي حضرتك بصفتك يعني في المجال وبقالك فتره في شغل الشركات والمصانع والجامعه والكلام ده، انت رايك اقبل؟ اقول له اقبل ما تقعدش، زي بيقولوا في مثل الشغل بيجيب شغل. أي. الشغل بيجيب شغل، انما القعد بيجيب ايه، كسل. لا يعني والسي في كمان لما يقعد فتره كبيره بعد التخرج السي في بتاعته مش مكتوب فيها حتى انه اشتغل خالص بالزبط. ده مش لصالحه بالظبط. ودلوقتي سوق العمل تنافسي بالظبط، الاعداد كبيره قوي، فانا لازم على طول ابقى بالزبط. طب اسمحوا لي ان انا برضو ادعوكم لفاصل اخر ونرجع نستكمل حوارنا معاكم. تعد صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من أعرق الصناعات التي عرفتها مصر، حيث بدأت في القرن 19 وتحديداً في العام 1898 ميلادية بإنشاء الشركة الأهلية للغزل والنسيج، ويعتبر العام 1927 البداية الحقيقية لهذه الصناعة، حيث بدأ إنشاء مجموعة من الشركات بمدينة المحلة الكبرى، وتحولت بعدها مصر من دولة مستوردة للغزل إلى دولة مصدرة له في العام 1949. تتميز هذه الصناعة بتوافر مقوماتها في مصر من المواد الخام والعمالة، كما تتسم بتكامل طاقتها بدءا من حلق الأقطان ثم الغزل والنسيج والتبييض والطباعة والتجهيز وحتى الملابس الجاهزة. وعلى الرغم مما تتمتع به الصناعات النسجية من مزايا، إلا أنها بدأت تتعرض لمشكلات عديدة نتيجة لبعض المعوقات التي ترفع من تكلفة الإنتاج وبالتالي تحد من القدرة التنافسية للصناعة، بالإضافة إلى التغيرات العالمية التي من شأنها التأثير على حجم التجارة العالمية، مما يؤثر سلباً على النشاط.
أسرة المهندس الدكتور محمد إبراهيم محمد مرة تانية أهلا بيكم، ونرجع نتكلم عن أمور فعلا بتهم المواطن. المواطن يهمه أن هو يلاقي منتجات مصرية، على فكرة مش بنشجع المستورد حبا فيه أبدا، لكن هو كان فيه إغراق للسوق وما زال، وبنلاقي تفاوت في الأسعار للي عايز يدفع كتير للي عايز يدفع فلوس معقولة، وبنلاقي في تنوع في المعروضات، فلازم برضو المنتجات المصرية تبقى على القدر التنافسي ده، يعني نلاقي المنتج المصري المعقول شكلا، الفينيشنج زي ما بنقول حلو، ونلاقي كمان الأسعار المتاحة. وزي ما أستاذة إيمان قالت، لما بنلاقي منتج مصري كويس بنلاقي سعره قريب من المستورد، مش بعيد عنه ده مؤخرا يعني. بالظبط. فايه حلها يعني؟ طيب هو حضرتك برضو عندنا والطالب لسه في الكليه، بنحاول ننمي فكره بالجزئيه دي. بمعنى انت حضرتك هتتخرج من الكليه هتشتغل في بعض الشركات او هتشتغل شغل خاص حر لنفسك، ايه المطلوب انك انت لو عملت مشروع ازاي تسوق السلعه بتاعك؟ دي مواد بتدرس اثناء الكليه فعلا، لازم ماده اداره تسويق وحاجات زي كده. طيب السلعه اللي انت بتعملها دي المفروض يبقى جوده اعلى مع سعر اقل، ازاي احسبها انت بقى؟ بمعنى قدم جوده عاليه والسعر يكون هادي، وفي نفس الوقت بيختلف من مكان لمكان. بمعنى ما تجيش منطقه مثلا شعبيه او حاجه زي كده وانزل فيها منتج سعره عالي جدا او تكلفته عالي جدا، مش هيتسحب من السوق. بالعكس يعني المفروض الطبيعي انك انت ما بتعمل منتج غالي شويه بتحطه في المكان مثلا الى حد ما مدينه راقيه شويه او منطقه راقيه شويه عشان تباع. دي برضو من الاماكن المهمه، من الجزئيات المهمه اللي احنا ناخد بالنا منها، بنحاول نعرض السلعه زي بيقولوا في مكانها الطبيعي. في مكانها الطبيعي بمعنى دايما الشركات والمصانع عندنا في مصر هنا لما بيجي يصدر حاجه، تدخل اي شركه او مصنع حضرتك في مصر هنا يقول لك الحاجات دي تصدير. تصدير يعني ايه؟ تصدير يعني واخده جوده فوق الخيال. اما بيصدرها بالدولار او بالعمله الصعبه او حتى بالجنيه المصري بس في الاخر سعرها عالي جدا. المواطن المصري بالنسبه له هتبقى الدنيا مش غاليه جدا. غاليه جدا يعني مثلا نلاقي البدله عاملها سعر وقدره في بدل، يقول لك البدل دي لمصر، البدل دي مثلا للخارج، جوده تصدير يعني. جوده دي تصدير، شغل تصدير. وهتلاقي على فكره الحاجات اللي فيها حاجات خفيفه جدا، الفرق ما بين التصدير يعني شفت مره دخلت مثلا افرز بدل او جواكت سيدات بمناسبه البدل بتشتري ليكوا للاولاد وللمدام مصري؟ مصري طبعا، ده مهم جدا حقيقي. لان على فكره حقيقي فعلا، ان حضرتك حاجه صحيه. وبعدين مصري ما فيه كل المستويات، في المستوى المتواضع وفي المستوى العالي وفي المستوى الاعلى، كل المستويات موجوده. في مستوى التصدير زي ما بيقولوا، في مستوى التصدير ده مهم جدا، لان التصدير ده اقتصاد دوله، ده اقتصاد دولة يا استاذة. ايوه لازم نصدر. ما انت هتبين المنتج بتاعك ازاي؟ حاجة بتعملها قافلة عليك بيتك، هتطلع ازاي؟ هتظهر ازاي للمجتمع الخارجي؟ ما انت لازم تظهر لهم زي بيقولوا ايه؟ زي الضيف اللي بيجي حضرتك في البيت، بتحاول تظهري احسن ما عندك ولا لا؟ طبعا مش كده حضرتك؟ أكيد. اذا كان حاجة بتقدميها، حاجة بتلبسيها قدام الناس، بتظهري برستيج معين، ده وضع طبيعي. أيوة. احنا بقى عشان نظهر قدام العالم الخارجي نظهر ازاي؟ مش بأحسن حاجة عندنا؟ طب والتصدير اخباره ايه بقى؟ رجعنا نقدر نصدر تاني؟ والله انا اقول لحضرتك حاجه، فتره من الفترات وبعدين توقفنا. والله انا اقول لحضرتك حاجه، يعني ظروف البلد دلوقتي كمان حصل موقف كنت انا مع والدتي في المملكه العربيه السعوديه، كنا بنحج، فالناس هناك في المحلات السعوديه من حاجات الموقف الظريفه جدا اللي بيبين ان السلعه المصريه موجوده في كل مكان. فلقيت محل بينادينا، المحلات هناك ايام الحج وكده بينادي الحجاج، تعالى يا حاج اتفرج، شوف الشغل ده، شوف الحاجه دي. فقلت لها تعالي يا حاجه والدتي نبص على الدنيا كده اخبارها ايه. المهم بقلب التيكت بتاع البضاعه دي او السلعه اللي احنا رايحين نشتريها، لقيت مكتوب عليها ايجيبت مصر، يعني ايجيبت مصر يعني جنب بها المحله الكبرى. فضحكت. ده قريب حضرتك؟ قريب يعني من 3 4 سنين. فانا فوجئت ببص كده، يعني اخويا ووالدتي وكلنا كنا هناك، فبيبص كده بيقول لقى كلمه ايجيبت. الله، طب انا يعني معلش انا اجي اشتري من دوله خليجيه مثلا السعوديه او الكويت او اي دوله بسلع السلعه بتاعتنا؟ لا هي حاجه تفرح يعني بصراحه، هتشتري ولا لا؟ طبعا بالسعر الغالي ده حسب امكانياتك، لكن هي حاجه تفرح. عايزين نرجع بقى يعني لسه اهو يعني لسه برضو احنا فينا ان لسه بيحبوا المنتجات المصريه. أيوة. موجوده اهي، احنا مشهورين كنا بصناعه القطن يعني بالظبط، دي حاجه مشهورين جدا وناقصنا يعني مش عارف طبعا ده تخصص حضرتك اللي تتكلم فيه اكتر، بس انا شايفه ان ناقصنا حاجات بسيطه
بسيطة قوي علشان يبقى المنتج بتاعنا فعلا قد المنافسة. هو خلاص يعني حضرتك تقريبا كابتن المهندسين دلوقتي بتكثف على هذه الصناعة والكابتن المصممين على هذا الوضع برضو، وان شاء الله يعني احنا خلاص يعني تقريبا في نهايات ان نحط نقطة على الحروف بالنسبة للصناعة دي. وطبعا مع وجود رئيس الوزراء كان معانا برضو في اجتماع قريب، ومع سادة رجال الأعمال وسادة أساتذة الجامعة المتخصصين وكابتن المهندسين شعبة الغزل والنسيج وكابتن المصممين برضو موجود، كلنا بندعم هذه الصناعة انها خلاص يعني تقريبا على الأبواب انها تبدأ تعلى تاني. بدأت المصانع المقفولة بدأت تشتغل فعلا الفترة الأخيرة دي، بدأت تشتغل يعني من فترة قريبة بدأت الدنيا تروق تاني، بدأت والمحلة كانت مليئة بالمصانع، المحلة يعني مليانة لو وقتنا هذا بأشهر مدينة في سلطة النسيج. بدأت انت شايف ان في يعني بدأت تروق شوية. انا شركة كان كنت واضين الطلبة مرة وبنقول لهم تعالوا زيارة، كنا لقينا بعض الأقسام من فترة يعني لان بعض الاقسام تيجي على الساعه 12 يقول لك خلاص خلصنا شغل الساعه 12 خلاص مفيش انتاج ومفيش شغل فعلي، مفيش حاجه مطلوبه. لا دلوقتي بدات الدنيا تبقى احسن يعني بدانا لحد الساعه 3 الدنيا شغاله يعني لحد الورديه الاولى زي ما بيقولوا على الفتره الاولى لما تخرج. لا في دلوقتي في عماله في شغل يعني بقى في حياه يعني. هرجع لك تاني لان في كمان ظاهره عندنا سيئه جدا وهي مصانع اللي هي تحت بير السلم اللي هي مش مقننه وملهاش وضع قانوني ومنتجاتها بعيده تماما عن القياسات المظبوط. بس انا عايز اكلم الاستاذه ايمان تاني، يعني حضرتك واضح اسلوبك انه نجح مع الولاد، لكن في المدرسه بقى بتتعاملي ازاي مع الطلبه؟ لان احنا بنقرا عن مشاكل كتيره جدا، مش حضرتك كاستاذه ايمان لا كمسؤوله عن مدارس، المدرسين في التعامل مع الطلبه في مشاكل من الطرفين اكيد طبعا، وفي تحسي ان التواصل بينهم في حاجه غلط. وانا عارفه ان الطلبه في سن معين بيبقوا ممكن يكونوا مستفزين جدا للي قدامه وبيتجاوزوا بالظبط، لكن هل ده مبرر للعنف بقى من الطرف الثاني او من ناحيه المدرس؟ لا لا، هو طبعا البيت والاسره عليه عامل مهم جدا بالنسبه للطالب. يعني طبعا الطالب لما يبقى خارج من الاسره كويسه معلمينه اساسيات التعامل ازاي، وازاي يتعامل مع المدرس بتاعه كويس، وازاي يتعامل باسلوب كويس، ده مدرسك يعني، ده قدوه، ده زي بابا وماما، اتعامل معاه باسلوب كويس. غير اما يبقى ايه يعني طالع برضو من اسره لا اللي كلمك قول لي مش عارف ايه، بياخدوها بحته همجيه وعنف شويه. فطبعا الاسره بيبقى عليها ايه ثلاث ارباع الايه الموقف. بالنسبة للمدرس طبعا مع ضغوط الحياة والظروف اللي احنا فيها، فطبعا المدرس بيبقى نفسيا الى حد ما عايز يعني ايه بقعد معاه يعني بيبقى فيه شوية برضو في علاقات ما بيني وبين المدرسة، او لان انا اصلا المفروض ان انا بتابع المعلم من الناحية التربوية ومن الناحية الفنية والسلوكية وكل ولازم المدرس يعني يبقى فاهم نفسية بالزبط بالزبط دارس طبعا علم طبعًا نفس بس وعارف طبعًا يعني هو دلوقتي يعني طبعا الجيل اللي طالع ده كله كمدرسات او مدرسين يعني الى حد ما مبقوش عندهم خبرة قوي في التعامل مع الايه مع الطلبة، بحيث ان مثلا ايه الطالب اللي قدامي مبقاش فاهم هو عايز ايه. طبعا بيبقى في طلبه عندهم يعني نشاط كبير قوي بيقعدوا بره بالظبط وحاله نفسيه بس يعني. طبعا ما زي ما قلت لحضرتك قبل كده كثافه الفصول هي اللي بتبقى عائق بان يبقى في علاقه ما بين الطالب والمدرس. العلاقه الانسانيه لازم نشتغل عليها ده طبيعي بين المدرس والطالب، ده طبيعي ولازم ده لازم التوجيه المدرس نفسه كده ويخضع على طول للمراقبه علشان ولازم اي مشكله نحتويها يعني الإنسانية. اي مشكله تحصل ما بين الطالب او في المدرسه او في اي يعني لازم برضو يبقى في ايه بنحاول نلم الامور شويه ما بتبقاش طيب. نرجع بقى لسؤالي لحضرتك، كمصانع اللي هي مش معروفه هي يعني مصانع ايه او تابعه لايه او يعني دي السيطرة عليها والله فين بقى حضرتك دور الدولة بقى والرقابة الصناعية فين؟ وزارة الصناعة ودور الرقابة الصناعية الحاجات دي كلها دي مخالفات زائد الحاجات اللي بيعملوها أستاذة يعني بنشوف بعض السلع في السوق يعني زي بيقولوا من أول لبسة بتترمي مش كده؟ تمام بتلاقي حضرتك بتجيبي حاجة يا دوب هي أول غسلة يعني زي ما بعرفش أروح لمين ولا أشتكي لمين ولا أرجع لمين في بعض الملبوسات التانية أو بعض الملابس التانية يقول لك اغسل والبس يعني حتى كمان بتبقى بعد الغسيل مفرودة
ايوه حضرتك لو غسلت بعد القمصان او حاجه كده بيبقى تقريبا شبه مكوي، يعني يا دوب بيتغسل كده بيطلع من الغساله الاوتوماتيك مثلا ناشف خلاص، يعني يبقى تقريبا لو شم ريحه الهواء خلاص هو اتفرد لوحده يعني. أيوة. في بعض الملابس الثانيه بعد اول غسله يترمي يترمي يترمي، اولا بتلاقي الدنيا اتبهدلت حواليكي، الصبغه اللي فيه اتشالت، الالوان اللي عليك طباع وقعت، كل ده طبعا زي ما بيقولوا ايه الناس بتسترخص بمعنى. أيوة. نفس أيوة. السلعه تبقى موجوده، كنا اول ما اتخرجت اشتغلت في شركات كان دايما الشركه تجيب مثلا التصميم الديزاين وتصممه على قماش وتنفذه وتنفذه بقى بنفس الوانه بنفس صبغاته الغاليه وبنفس خاماته الغاليه وبتنزله بسعر كويس معقول وسط. ايوه. في غيره بقى ياخده يضربه زي ما حضرتك قلت اللي هو تحت السلم. ايوه. اللي هو تحت بير السلم بياخد الشغل ده يضربه باي كلام وشغل اي عجائن واي صبغات، يقول لك هو الزبون احنا هنشوف فين. يعني هنا نقول لتفعيل دور الرقابه مهم مهم جدا. أيوة. مهم جدا. انا سعيده جدا بلقائي بيكم احمد وريتاج، ويا رب تحققوا كل امنياتكم، لاقيكي شرطيه قد الدنيا وانت مهندس زي بابا. بشكرك مهندس دكتور محمد ابراهيم محمد استاذه ايمان، شكرا ليكي. بشكر مشاهدينا ايضا على متابعتهم لينا، والى اللقاء في نفس ميعادنا الاسبوع القادم وحلقه جديده من بيت العيله.